الشوط في كل ميدان سبوق تجرى الشوط في كل ميدان مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان حيث ينطلق شوطنا الرابع الذي يحمل منافسات وتحديات فئة الجعدان أيضا الحقائق المسافة هي أيضا الثلاثة كيلومترات نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط أبدأ مع الصدارة وأبدأ مع المركز الأول ليجد بداية هذه المنافسة مع الصدارة مع الدولار مطر بن محمد بن علي المنصوري يتقدم على المركز الأول المركز الثاني أيضا الوصول من قبل الفارس عبد الله أيضا الفارس عبد الله بن علي بن حمد العويسي يتقدم مع انطلاقة الفارس الحاضر والغادم مع هذا الشعار المتميز وأيضا الوصول مع حايلتك محمد بن سيف بن عوض الاكتبي يتقدم بهذه اللحظات وأيضا الوصول مع الشعار الكبير أيضا متعود علي بن عبيد بن معدن يتقدم بهذه اللحظات والغادم أيضا أيضا لافي عبد الله بن علي العويسي يتقدم مع انطلاقة لافي والغادم أيضا الحاكم عبد الله بن عتيج المقعودي الفلاسي راعي عوايد حاضرا مع الشعار الكبير ومع انطلاقة الحاكم وأيضا الوصول والقدوم مع سلاب أحمد بن عبد الله بن رفيعة يتقدم بهذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة والذي يأتي مع الشعارات المتميزة تدخل سريع من قبل الشعار أيضا مصدر أحمد بن عبيد بن ناجم الوهيبي يتقدم بهذه اللحظات وأيضا الوصول والقدوم بالرقم أيضا 35 اللي هو أيضا الشعار ثمين علي بن عبيد بن محمد الشامسي ولكن عودتنا إلى الصدارة إلى صلب المنافسة مع مقدمة هذا الشوط مع الانطلاق المتميز وأيضا متعود علي بن عبيد بن معدن الاكتبي يقدم أنا متعود الله يا متعود لكن القادم أيضا الحاكم عبد الله بن عتيج المقعودي الفلاش يتقدم على المركز الثاني ليقدم لنا شعاره الكبير ليقدم لنا شعاره المتميز المركز الثالث الوصول أيضا من قبل درار مطر بن محمد بن علي المنصوري وبالرفيعة يتقدم مع سلاب 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 بالكيلومتر الأخير أحمد بن عبد الله بن رفيعة ولكن متعود متعود على الصدارة علي بن عبيد بن معدن يتقدم على المركز الأول ينطلق مع البداية الأولى ينفرد مع الصدارة يتقدم على المركز الأول طار مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط ولكن عبد الله بن عتيج المقعودي يقدم لنا الحاكم يقدم لنا الحاكم ومتعود بن معدن ألم الأخيرة وبالرفيعة ولكن الناموس الناموس حاير ما بين هذه الأسماء الكبيرة لكن متعود علي بن عبيد بن معدن وتحرك الحاكم يتقدم عبد الله بن عتيج المقعودي والحاوة متعود على الصدارة الأمطار الأخيرة متعود علي مايل بالفعل على الصدارة الأولى على الصدارة الأولى الأمطار الأخيرة ما بين الحاكم ما بين متعود الحاكم ومتعود متعود ولكن بو محمد لكن بو محمد إلى الناموس عبد الله بن عتيج المقعودي سلام يا راعي عوايد سلام سلام يا الأحباب مشكور بو محمد مشكور عبد الله بن عتيج المقعودي وشكرا يا سيف يا بن عتيج يا بو حمد من رافغة إلى الفوز والانتصار تهانينا والناموس العبد الله بن عتيج المقعودي مشكور يا راعي عوايد مشكور على الفوز والانتصار المركز الثاني العلي بن عبيد بن معدن المركز الثالث احمد بن عبد الله بن رفيع المركز الرابع 33 ايضا شعار مميز اللي هو ايضا مياس محمد بن عتيج بن سيف بن حاضر العميمي تهانينا والناموس لراعي الحاكم صاحب الانجازات
ايضا لما ذاق طعم الهزيمة الثلاث انجازات، ايضا سبق تهانينا والناموس لك يا راعي الحاكم عبد الله بن عتيج المقعود الفلاسي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.